مرحبا، كثر يسألوني عن نصائح حول القراءة أو الكتب المناسبة لهم. الإجابة ببساطة لا تتعلق بي أو بذوقي في الكتب أو حتى شو هي الطقوس الخاصة في القراءة. أهم نقطة تتعلق باهتمامكم، ما هي المجالات اللي تهتمون بمعرفة كل ما يحيط بها؟ ابحثوا عن الكتاب المتخصصين في هذا المجال والكتب المفاتيح فيه، وطبعاً جولة سريعة في محرك البحث يمكن أن تمنحكم الكثير من الخيارات، وسؤالكم لأهل الاختصاص ممكن يوضح لكم خارطة معرفية مميزة ويختصر عليكم الوقت، ومن ثم ركزوا في أن يأخذ كل كتاب حقه في القراءة. لا تشغلوا نفسكم في الوقت والسرعة وكم الكتب اللي تقرونها بقدر الأفكار والدروس والخبرات اللي ستضاف إلى رصيدكم المعرفي. بالنسبة لي عندي ثلاثة كتب أرشحها لكم في عام 2019. أول كتاب هو قلق السعي للمكانة للكاتب ألان جوبوتون، وهو كتاب ممتع جداً يعيد صياغة مفاهيم مجتمعية وإنسانية ويمنحنا وقفة مع الذات لنصنف فيها المهم فالأهم، وهو يوضح مسألة الشعور بالرضا أو المهانة عند الناس من خلال سعيهم الدائم لأن يكونوا محبوبين. الكتاب الثاني هو كتاب العاقل للكاتب يوفال نوح هراري، وهو يأخذكم في رحلة شيقة جداً في تاريخ النوع البشري ويجيب عن تساؤلات حول ماهية التطور اللي مرت به البشرية من وجهة نظر أنثروبولوجية، لماذا هاجرت الجماعات المختلفة وكيف تطورت عقلياً ومعرفياً وأخلاقياً. الكتاب الثالث هو كتاب الرحيق المختوم، وهو كتاب متخصص في بحث سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من تأليف الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، مناسب لكل الأعمار والتخصصات والخلفيات المعرفية، ويأخذ القارئ في رحلة جميلة من أرض العرب وولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعهد النبوة إلى لحظة وفاة خاتم الأنبياء والمرسلين. قراءة ممتعة للجميع. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسون تضغطون زر الإعجاب وتشاركون أصدقائكم هذه الأفكار وساهموا بدعم القناة عبر الاشتراك بها ليصلكم كل جديد. مني أنا صفية الشحي.